السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة. هلا والله، كيف الحال؟ شلونك؟ ان شاء الله مرتاح؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ لحظة، الله تمام يسلمك. الحمد لله، عاش من شافك. براحتك يا اخي، عاش براحتك فيك. افا. بس الإضاءة لأن شوية لوية عندي، سوري. لا براحتك أتمنى افا، عليك الله يطول العمر. لا الله يبارك. واضح واضح 100% واضح. امورك طيبة؟ صح. انت شلونك؟ طمنا عنك، شلون الحجر معاك؟ والله الحمد لله. شو نسوي بعد؟ نكمل ايه لين ما لازم، ها طلع. ختم الجودة موجود. شو تقبل الله، نسوي؟ تقبل الله طاعتكم ان شاء الله. سامحنا تأخرنا لنا من عليك شوي. لا تحت أمرك. للأمانة أنا جدا جدا سعيد أن أنت موجود معنا في هذا اللايف. أعتقد أن أي مبتعث من كلية العلوم الإدارية لازم بصراحة يكون مرجعه الأول هو عبد اللطيف الرشدان، لا فرجل إلى جانب أنه سيارة هو خدوم خبرته كبيرة جدا، الله يعطيه الصحة والعافية. فمنو عبد اللطيف الرشدان؟ وين درس في المراحل السابقة؟ وين يدرس الآن؟ أو إذا هو تخرج، فنبي نعرف هذه الخلفية العلمية البسيطة عنك. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عبد اللطيف رشدان، انا تخرجت من كليه العلوم الاداريه سنه 2006، يعني قبل تقريبا 14 سنه. تخصصي كان تمويل، واشتغلت في القطاع الخاص لمده 8 سنوات قبل لا اتم ابتعاثي سنه 2014 من قسم الاداره. فلما رحت على جامعه سوني بافالو في بافلو نيويورك، خلصت ام بي اي، وبعدين انقبلت في جامعة كونيتيكت 2016، وخلصت الحين الحمد لله. توني شهر 10 5 خلصت ما شاء الله، يعني الجامعة اوفيشالي دكتور. من كونيتيكت، بس ان شاء الله راح اباشر العبها بجامعة الكويت قريبا ان شاء الله. باذن الله، يعني اللي يتابع لايف وما زال موجود في جامعه الكويت يفترض ان قريبا ان شاء الله يدور اسمك بالتسجيل ان شاء الله. ان شاء الله من الحين اقول كروس لك اوفر، عاد، هلا هلا فيهم. ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. طول لي عمرك. يمكن صراحه سالم ما قصر، غطى المحور الاول بشكل جميل جدا، واعتقد انه هو ذكر جميع النقاط اللي يفترض ان الطالب او المهتم من الحين يجهز لها اذا هو كان فعلا ناوي يقدم على هذه الوظيفة. ما ادري بصراحة اذا انت تابعت الكلام اللي قاله سالم او لا، ولكن ما هل عندك اي نقطة تعتقد انه مهم جدا الطالب يعرفها من الان اذا او المهتم من الان عشان يقدم على هذه الوظيفة مستقبلا؟ انا تابعت تقريبا النص الاخير من مقابله سالم، لان حدثت مشاكل في اني اشبك باللايف، الجهاز علق، عرفت؟ فحاولت ادبر لي جهاز ثاني. الله يعطيك الصحة بس والعافية. الله يعافيك. وانا شويه بعد يعني ما اعرف وايد بالانستغرام وكذي، فقاعد بسيطة، اتعلم يعني. الله يعطيك الصحة والعافية. من اول شيء بيسكلي، يعني الشغلات اللي قالها سالم بشكل عام، انزين اللي سمعته كله كان انا اتفق معاه 100%، خصوصا في نقطه شو اسمه الجيمات، لان الجيمات هو المعضله الاولى، مو بس حق طلبه المبتعثين من كليه العلوم الاداريه، كذلك من الطلبه الامريكان. الطلبه الامريكان، صحيح. انا خلال وجودي في كونيتيكت خلال 4 سنين كنت طالب بي اتش دي، فكنت يعني كنت على علاقه يعني وطيده مع الدكاتره بالقسم، فكانوا يقولوا لنا يعني زين ياخذون راينا في الطلبه اللي يقبلونهم، فاللي يقدمون علينا هناك زين احنا كنا نقابلهم وكنا نسالهم اسئله يعني يعطونا اياها الدكاتره، بس علشان نقيس الشغلات اللي يبونها الدكاتره بالطلبه. فالناس اللي يدشون مرحله التقييم هذه المفصليه، ناس يكونون جدا عاليين في الجيمات. وانا من خلال مشاركتي مع الدكاتره ونقاشي معاهم واسالهم شو اللي تبون تعرفونه عن الطلبه، شنو الشغلات اللي اركز عليها، ادري بالضبط ان هم يبون ناس هاي كاليبر، اللي هم يعتبرون اللي اول شيء يشوفونه فوق ال 700. اذا انت يعني بالبي اتش دي، اذا انت يعني اقل من 650 فرصتك يعني وايد ضئيلة. ضعيفه بالجيمات. فوق ال 650 اوكي في دايلوج بينك وبينهم، بس هم اللي عنده 650 يعني يعطون مثل ما تقول يعني فرص، بعض الفرص يعني ممكن مثلا ال 650 اللي يكون مثلا شويه ضعف عنده بالفيربل، زين هذا يكون يقول
بس هو انترناشنال مثلا بالضبط. يقولون اوكي خلنا نكلمه نشوف مثلا، عرفت؟ ممكن ياخذ فرصه، عرفت؟ بس بشكل عام الشكل الاساسي الثريش هولد يعني تقريبا 650، انت يعني انت اوكي داش بالحسبه، 700 اوكي، عرفت؟ ممتاز، جميل جدا. انا يمكن في نقطه سالتها سالم ونسيت اسال النقطه الثانيه بصراحه. تكلمنا عن شنو معايير اختيار الجامعه اذا انت تبي تقدم، بس السؤال الثاني اللي انا اعتقد انه ما يقل اهميه عن السؤال الاول هو اختيار المشرف الاكاديمي، كونه هو تقريبا وهو اهم شخص خلال دراستك العليا، فشنو معايير اختيارك للمشرف الاكاديمي؟ على اي اساس تختاره؟ هو شوف المشرف الاكاديمي he can make you or break you، عرفت؟ اذا انت 100% كنت بالضبط. مثلا ضعيف ممكن هو ينجحك وخليك وايد قوي وخليك وايد تعلم يعني يصبر عليك، عرفت؟ ممكن انت تي مستوى وايد قوي وهو يكون سبب فشلك، هذا شيء صحيح خالصين منه، عرفت؟ 100%. في كل مشرف اكاديمي له نظره حق الطالب البي اتش دي، في مشرف اكاديمي يشوف الطالب البي اتش دي مثل ما تقول يطالعه اوريدي كنظره كو اوثر، يطالعه نظره كستودنت، يعني يحس ان الطالب هو عنده مسؤوليه انه هو يعلم الطالب. وفي مشرفين اكاديميين يشوفون الطلبه ك بين قوسين data slaves، عرفت؟ او cheap labor، عرفت؟ فانت اذا تختار الادفايزر لا شك انك انت تختار ادفايزر يكون هام نجاحك، عرفت؟ لان في ادفايزرز وايد يعني احنا شفناهم، يعني في طلبه في عندنا قسم باليوكون يعني عادي جدا بالسنه يطلع يعني يطردون طالبين او ثلاث طلبه بي اتش دي بسبب دكتور معين، عرفت؟ فالادفايزر بلا شك ميكس يو اور بريكس يو، عرفت؟ ممتاز. بشكل اكيد جميل. بشكل عام انا ودي اشارك بتجربتي الشخصيه، ما ادري بصراحه اذا انت تأيدني او لا. اذا تسمح لي، انا ترى من الجامعات اللي انقبلت فيها هي يونيفرسيتي اوف كونيتيكت. من الاسباب اللي خلتني بصراحه ان انا ما اروح او ارفض القبول واروح يونيفرسيتي اوف ميامي، ان الاكاديميك ادفايزر في يوكون كان امريكي، اما اللي في يونيفرسيتي اوف ميامي كان انترناشونال فاكولتي ممبر. فاعتقدت انا ان عضو هيئه التدريس الاجنبي ممكن يتفهم وضعي كطالب اجنبي اكثر من الدكتور الامريكي. من خلال تجربتك الشخصيه، هل تعتقد ان تصوري او اللي في بالي صحيح ولا انا ماخذ انطباع سيء؟ انا اختلف معك، ممتاز. انا اختلف معك كليا، لان الموضوع الجود وباد ادفايزر عادي ينطبق على الامريكي والغير امريكي. انا الادفايزر مالي امريكي، يعني امريكي من فيلادلفيا، وكان يعني من افضل الناس اللي قابلتهم في حياتي، وكان واحد ثاني من الام بي اي، يعني خلال درجه الام بي اي دكتور كان عنده طلبه بي اتش دي، زين، في ماده معينه، كان يعني امانه يعني كان يعني ظالم طلبه، مو طالب ولا طالبين بالام بي اي، كل الطلبه بالام بي اي كان انه عنده، يعني هو كان يعني دكتور هندي، بس كان عنده وايد مثل ما تقول ستاندردز يعني اللي unreasonable حق طلبه ام بي اي. فلما سالت عن هالشيء، زين، لقيت ان تعامله مع طلبته كان مثل ما تقول تشيب ليبر، يعني عرفت؟ تشيب ليبر. والبي اتش دي انت ما تبي تشتغل مع ادفايزر المنتاليتي ماله انه يشوفك تشيب ليبر، انت تبي تتعلم ويو وانت تو فولنتير، بس ما تبي انه يكون على حساب نجاحك، لانه هو من اذا هو يشوفك تشيب ليبر من مصلحته انه يخليك 6 سنين، من مصلحته يخليك 7 سنين، صح. من مصلحته يخليك خاصة 8 سنين، إذا أنت عندك فاندنج من جامعة الكويت، خصوصا خاصة إذا وما أنت همه عندك سكولر. اي وما همه يعني ان مصلحتك انت شو اللي يصير معاك، شنو تتعلم، ممكن هو ممكن يعني في دكاتره يعني ما يعرفون مستواه ضعيف، انزين، ويبي طالب يسوي له شغل، عرفت؟ انت بالنهايه راح تصير كو اوثر، بس ما تبي تصير كو اوثر رابع كو اوثر وانت تسوي كل الشغل، كل شيء. عرفت؟ صح، 100%. انا انصح ان الادفايزر بعد الادفايزر له دور اساسي من ناحيه انه يعني
هي سبورتس يو لما في المراحل المفصليه بالبي اتش دي، مثل الكواليفاينج بيبر الفيرست يير، الكومبرهنسيف اكزام سكند يير، البروبوزل ثيرد يير، فورث يير الديسرتيشن. هذه كلها مراحل مفصليه، ما في يعني مثل ما تقول روبريك حق الجريدنج، لا صح. في شغلات كلها سبجكتيف، فالادفايزر اساسي جدا جدا. ممتاز ممتاز. فعشان كذي انا بصراحه اعتقد اني طوفت السؤال واعتقدت انه هو سؤال مهم فلازم ارد اعيد اساله. فكذي اعتقد ان المحور الثاني احنا غطيناه اللي هو ما قبل القبول. فالدكتور عبد اللطيف بتكلم معاك الان، انت عندك قبول غير مشروط، استلمت قبولك غير المشروط اللي هو ما يعني فكره القبول غير المشروط ان انت عندك الادمشن لتر بدون اي شرط واحد، انه والله يا ناصر انت اوكي احنا قبلناك بس شرط لازم تاخذ اللغه، هذا اسمه واضح اتوقع قبول غير مشروط. وين تودي اوراقك؟ منو الجهه المسؤوله في الكويت؟ هل التقديم اونلاين؟ شنو الاشياء اللي لازم تسويها عشان، او شنو الاشياء اللي لازم عفوا تجهزها عشان تروح تقدمها اذا تذكر؟ سو انا بالنسبه لي من ناحيه اللغه ما كان عندي قبول مشروط باللغه، فما ادري شنو البروسيجر هني. انا كان قبول غير مشروط، وقالوا لي ان تبلش على طول من شهر 8. يعني انا قبلت بالبعثه شهر 5 زين، خلصت اوراقي ورحت على طول حق مثل ما تقول خلصت اوراقي مع جامعه الكويت. الفكره اسف على المقاطعه، هو الحين انت اخذت القبول من جامعه امريكا، انا سؤالي يمكن ما وضحت عدل، انت وين تروح؟ هل تروح الجامعه عفوا تروح القسم، تروح العميد الكليه، تروح وين بالضبط تقدم اوراقك؟ اعتقد قسم اعتقد قسم البعثات الخالديه على اساس تقدم الابلكيشن، عرفت اللي هو لازم تقدم ابلكيشن انت تقدم على وظيفه معيد بعثه وكذي، واحد من المتطلبات لازم ترفقها اللي هي القبول غير شرطي، عرفت؟ وكثر ما عندك اوراق قبول ما يزيد فرصك يعني. ممتاز جميل جدا بصراحه. وإذا تحس إنك مو مرتاح تجاوب هالسؤال هذا لك حق إنك أنت ترفضه دكتور عبد اللطيف، ولكن بصراحة البعض يقول لك أنا ما يأمر عليك لا عدو ولا ظالم إن شاء الله، يقول لك أنا ليش أتعب نفسي وأروح أقدم وبالنهاية الصورة النمطية عن جامعة الكويت إن الموضوع كله واسطات، هل فعلًا أنا لازم أجهز واسطة قبل أقدم أوراقي على الأقل من تجربتك الشخصية؟ أنا قدمت أكثر من مرة زين، وأنا أقول لك إياها بصريح العبارة، الموضوع كومبيتيشن مو واسطة، خصوصًا في الفترة الأخيرة، عرفت؟ عادي تقول عادي تقولها بالعربي بس حق اللي وده يسمعها أوكي. بالعربي انا اسف. الوضع في البعثات في فورمه معينه، في درجات معينه حق الناس، في كومبيتيشن معين، في منافسه تنافس بين المتقدمين اللي يكون على مستوى الجامعات، على مستوى معرفته بالاداره، على مستوى القبول الجابه، على مستوى الجيمات، هذه بمعدله اذا انت معدل، طبعا المعدل تقريبا يكون 50 الى 60% من رفعوه بعد سووه 80 الحين عندنا بالكليه ما ادري اتوقع على مستوى الجامعه كلها فلقه اعتقد، بس احنا عندنا الشرط الاساسي اللي على اساس انك تروح تقدم هو الاساس، يعني تروح تقدم ان عندك قبول، والقبول بناء يعني بشكل اساسي هو على الجيمات او على الجي ار اي. اذا الواحد هذه الاشياء ما فيها واسطه ايه عرفت اسف على المغالاه اي. ففعلا هذه الاشياء نفس ما انت ذكرت، كل الاشياء اللي انت ذكرتها او معايير المنافسه هذه ما اعتقد بصراحه ان 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 واسطتك راح تفيدك فيها، فواسطتك ما راح ترفع معدلك اذا هو نازل، واسطتك ما راح تجيب لك قبول غير مشروط، فكل النقاط اللي انت ذكرتها فعلا انا اتفق 100% معك. زين، كونك انت الان اوفيشيالي انت عضو هيئه التدريس في جامعه الكويت، كونك خلصت الدكتوراه ما بشرت عمل، لازم في اجراء مباشره في بعد مباشره تعمل طلعوني بس من الحجر بس الله يعطيك الصحه والعافيه. زين، هل تعتقد انه من الضروري بعد ما تقدم اوراقك قبل لا حتى يتصلون عليك في المقابلات الشخصيه، هل مهم ان انا اظل على تواصل مع القسم العلمي اقول لهم ترى توقعوا ان في شيء راح يوصلكم عني؟ يعني لا ما فهمت سؤالك. الفكره مثلا انا متواصل مع عبد اللطيف قبل التقديم وقايله يا دكتور عبد اللطيف انا ترى بقدم على 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 معيد بعثه، فسلمت اوراقي بالخالديه، ارد مره ثانيه اقول حق دكتور عبد اللطيف ترى سلمت اوراقي، يعني قصدي ان اخليه خطوه بخطوه معاي ان انا فعلا مهتم ابين له اني مهتم.
ممكن اذا كان والله على حسب يعني، يعني على حسب يعني. انا بالنسبه لي ما تابعت مع احد، انا قدمت زين وانا يعني كانوا يعرفون اني انا كنت اقدم من قبل، عرفت؟ أكثر من وماخذ ريكومنديشن من دكاتره بالقسم علشان اقدم على البحث، عرفت؟ لان جميل. كنت طالب عندهم وقت الباتشلر، فما تابعت يعني مثل ما تقول شخصيا، بس انا قدمت يعني ما تابعت والله. بس ممتاز. ممكن اذا الدكتور يعني مثل ما تقول متابع معاه وشذي، ممكن عادي. جميل ممتاز. طبعا البعض يبي يعرف شنو الاجراء اللي بعد ما تقدم اوراقك على الخالديه، هو لما تقدم اوراقك انت حق الخالديه يتصلون فيك، يفترض ان عندك مقابلتين، مقابله القسم العلمي اللي تتكون من اعضاء من القسم ورئيس القسم، ومقابله العميد او الكليه اللي هي عباره عن رؤساء اقسام الكليه وعميد الكليه. بشكل عام اتوقع الاسئله هذه ما راح تفرق من مقابله الى مقابله، وكونك انت اصلا دخلت في هذا المجال انك انت تسال الطلاب وتقابلهم، شنو اهم الاشياء اللي الشخص لازم يسويها عشان يحضر نفسه علميا ونفسيا للمقابله؟ مقابلة القسم يعني قصدك يعني جامعة الكويت؟ اي نعم. جامعة الكويت عموما انت مقابلة القسم تبي تقيس مدى المامك في مبادئ الإدارة، في نظريات الإدارة، مدى اهتمامك فيها، عرفت؟ وتحاول انها تعرف اساسا مستوى اعدادك للمرحلة الجاية اللي هي ماستر دكتوراه. يعني مثلا واحد يعني على وقتي انا هي السنه الاولى اللي سووا فيها موضوع انه لازم يكون عندك قبول. اللي قبلت قبلها ما مثلا عاد كان عاد تقدم مثلا ما عندك قبول، كان سيستم غير اللي هو 2012 2013. صح، 2013 قرر القانون. اي فكان يعني واحد من الشغلات اللي كانوا يسالون بشكل عميق عن مدى مثل ما تقول المامك في نظريات الاداره وكذي، ومعرفتك في يعني اسس البحث العلمي وهذه الامور بشكل عام. بس بعدين يعني مثلا قاموا يدققون اكثر، مثلا شنو خطتك مثلا حق الدكتوراه، شنو تبي تتخصص، شنو، لان الاداره فيها عده تخصصات دقيقه يعني، عرفت؟ اللي هي اتش ار خمسه، هم اتش ار، انترناشونال بزنس، انتربرنور شيب، استراتيجيك مانجمنت، او بي. فكل واحد مثل ما تقول لما يتكلم عن مجال معين لازم يتكلم اللغه مالت المجال هذا، او انه يتكلم بشكل عام بالاداره بشكل عام. يعني مثلا انا بتكلم ما يعني ما اقدر اقول مثلا انا عندي اهتمام بالتيم وورك مثلا وانا ما اعرف ولا شيء عن تيم وورك. راح يسالونك عن تيم وورك، راح يسالونك اول شيء شنو اهتمامك، راح تقول تيم وورك. زين ليش اخترت تيم وورك؟ ما ادري والله، لا هذا ما يصير كذي، عرفت؟ شكلك بشكل راح عام يكون يعني. مهلة فعلا. ايه صحيح. عرفت، يبين لان المقابله بشكل عام يعني هدفه يعرفون انت ما تعرف بالمجال. وبالنسبه للمقابله الكليه كانت هم تاكيد على ان مثلا الشخص هذا يبي يروح اداره وعنده انسنتف انه يروح حق الاداره، ومثل ما تقول هي المرحله الكونفرميشن عقبها، عرفت؟ فهذه كان اهم خطوه اساسيه. بس اذا مقابله القسم عن تفصيل الديتيلز مال الاكاديميك باك جراوند مال الشخص او ممتاز بروفيشنال. اي جميل ممتاز. باختصار، كانت المقابله بالعربي ولا بالانجليزي ولا ميكس؟ انا اسف، يعتمد على المقابله في وايد رديتك ورا الاثنين. لا لا عادي. كان في جزء كبير يعني واحده من المقابلات كان كلها بالانجليزي، بس الاخيره المقابله الاخيره كانت جزء بالعربي وجزء بالانجليزي. لازم يسالونك بالانجليزي ولازم يقيسون المامك باللغه طريقه كلامك. جميل ممتاز. تتفق مع هذه المقولة اللي يقول لك ان 70% من المقابلات الشخصية، الانطباع الاول اللي ياخذونه عنك اعضاء اللجنة هو لبسك او هندامك على قولتهم، فهل هناك لبس معين تعتقد انه هو من الضروري الشخص يلبسه، ولا عادي يلبس مثلا شورت ويروح المقابلة؟ لا شو لا. لا هو شوف، لبس رياضة هو مثلا. عموما لازم تبين بروفيشنال. البروفيشنال مو بس باللبس، البروفيشنال بطريقه الكلام، البروفيشنال بطريقه سرد الافكار، وكذلك باللبس. اللبس يعطيك مسج، عرفت، معين
اذا انت جاي والله شكلك مبهدل وحالتك حاله يعني هذا يعطي مسج يعني حق الناس. فالفيرست امبريشن از هو مو كل شيء بس انه لازم تبين ان انت بروفيشنال. انت راح تصير بروفيسور في البزنس. بزنس از لانجويج اوف بروفيشنال بروفيشناليزم عرفت. لازم تصير بروفيشنال. فانا ما اقول لك انه لا شيء اساسي بس انه اذا كان شكلك جايب شورت لا هذا انطباع سيء صراحه. طلبه جامعه الكويت اصلا بالكامبس عندها بجامعه الكويت في بروفيشنال كود عرفت. ف يعني ف انا هذا وجهه نظري يمكن صح يمكن غلط. ولا بالعكس انا اتفق مع هذه وجهه النظر اللي اظن انه مهم بصراحه على الاقل من تجربتي الشخصيه انه فعلا لازم يكون يعني لبسك بروفيشنال تبين انك انت فعلا جاي يعني لهذا المكان وانت مستعد لكونك راح ترجع له اذا ان شاء الله قبلوك كعضو هيئه التدريس. انت مساعد ذكرت نقطه وايد حلوه انه لازم ما تكون بس بروفيشنال بلبسك حتى بطريقه كلامك. يمكن ندري ان بعض المقابلات الشخصيه يسالونك اسئله قد تكون أسئلة أنت مو عارف إجابتها أو مو متأكد من الإجابة. فأنا واي راح يكون سؤالي وايد صعب إذا قلت لك هل تذكر إذا في سؤال أسألوك يا وما عرفت إجابته، لكن بصيغ السؤال بطريقة إن لو حصل شنو نصيحتك للشخص اللي من خلال خبرتك تعرف إن هذا الشخص أوكي ما يعرف ولكن قالها بطريقة مؤدبة محترمة أو طريقة لبقة؟ والله شوف هو اذا هو اول شيء مهم جدا ان الشخص قبل المقابله لازم يعد المقابله. هذا شيء اساسي يعني في ناس بالنسبه لهم المقابله ان إيه المقابله مو عادل المقابله محضر. لازم يكون عارف ليش يعني لازم يكون في حاط بباله مثلا بعض الاسئله اللي راح ينسال يعني عنها يعني اللي هو ليش تبي اداره لا شنو اللي تحبه بالاداره وشنو الشغلات يعني اذا السؤال ما يعرفه مثلا دش معاه العضو مثلا في سؤال معين ممكن يعني يقول مثلا ما اعرف ولا انه او انه يحاول يجتهد الى حد ما. بس انا الحمد لله ما كانت عندي يعني اسئله ما اعرفه لان بالنهايه انا كنت ماخذ كلاسات عند كل اعضاء شو اسمه هيئه التدريس اللي موجودين اللي كان مقابله اغلبهم يعني وعارف طريقه عارف تخصصاتهم الدقيقه عرفت. فبشكل عام لازم انك انت تسوي يور هوم ورك بيفور يو جو تو ذا انترفيو عرفت. يعني انا حتى مو بس بعد مقابله القسم حتى مقابله الادفايزر مال بي اتش دي لازم قبل لا تروح الجامعه لازم انت تكون عندك خطه شنو الشغلات اللي بيسالك عنها شنو نقاط الضعف اللي عندك شنو نقاط القوه اللي عندك شلون انت تدير كل هذا الحوار بينك وبينه لصالحك. ففعل إعداد للأسئلة هذا شيء أساسي. إذا ما تعرف بعد لازم تقبل الواقع يعني ما أهم شيء إنك أنت ما تقول شيء وايد غلط إنك أنت قاعد يعني مثل ما تقول شغلة مو على أساس. لازم تحاول قد ما تقدر بس إذا ما تعرف يعني لازم إنك أنت تسوي اللي عليك إنك أنت تجتهد على أساس تكون مستعد حق أي سؤال يكون موجود. التفصيل الاسئله كلها عامه على حد خبرتي يعني. جميل ممتاز. واتوقع وايد راح تكون محظوظ اذا كنت نفسي في اللجنه ما في ولا واحد من تخصصك الدقيق فما حد راح يعرف يسالك ولا سؤال بالتخصص الدقيق. وهذه لكن نادره ان تصير خصوصا صراحه في كليه نفس العلوم الاداريه. اتوقع ان عندكم ما شاء الله تقريبا فائض من كل التخصصات ان ما خاب ظني او مو فائض عدد كافي للقصد من اعضاء التدريس في التخصصات. ممتاز. أهم سؤال بالمقابلة وأتوقع هي هذا السؤال أساسي في جميع المقابلات سواء جامعة الكويت أو خارج جامعة الكويت، شنو اللي يخليني أنا أختارك لهذه الوظيفة؟ البعض يعتقد أن هناك إجابة نموذجية لهذا السؤال تعجب في اللجنة وأنا من ضمنهم. أعتقد أن فعلا في إجابة نموذجية يفترض أنك تجاوبها عشان تعجب اللجنة الاختيار أو لجنة القبول. أنا ما أعتقد إن في إجابة نموذجية. أنا أعتقد إن كل دكتور قاعد يشوف زاوية معينة بالمبتعث. بس الشيء المشترك بينهم إنهم يختارون واحد يدرون إنه صجية بالمجال يكمل فيه وصج راح يكمل البعثة. عرفت؟ أسوأ شيء إنه ييلك واحد عقب الماستر يقول أنا ما أحب المجال ما أبي أكمل. هذا يعني هذا يسبب لهم إحراج. مو بس لا مو يعني خساره وقت وخساره جهد عرفت حتى على الشخص يعني. ف
مهم جدا ان الشخص يكون يبي التخصص، عرفت؟ اذا ما يبي التخصص يعني هذا كان شاك بالتخصص، في ناس وايد راحوا على تخصصات معينه وتفاجئ من ان التخصص ما يعجبه، قرا البيبرز مال التخصص يا اخي مو يعني شيء يعني ثلج يعني، عرفت؟ مو 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 حلو يعني، عرفت؟ يعني على حسب، هو الريسيرش انترست هو شيء اساسي يخليك تكمل كونتينيويشن في المجال، عرفت؟ في ناس وايد مثلا عندنا في يوكون، ترى يعني احنا انقبلنا ثلاثه بالبي اتش دي، انا كنت فاينانس بالباتشلر، واحده كانت ايكون، وواحد كان اكاونتنج. انا اقعد مع الطالب اللي كان اكاونتنج واسولف معاه عن تخصصه، هو بالنسبه عنده سي بي اي، سي بي اي اعلى درجات الشهادات المهنيه في الاكاونتنج. ليش اقول ليش انت قاعد تدرس او بي؟ انت ما شاء الله يعني ناجح في المجال. يقول لي انا بالنسبه لي I can imagine myself working in accounting forever. هو بالنسبه له ما يحب الشغل. فانا بالنسبه لي انا اعتقد ان هذا مؤشر واضح ان اهم شيء ان الواحد يكون عنده انترست بالمجال، واضح رؤيته، رؤيته لازم تكون واضحه، عرفت؟ على اساس انه ما تبي واحد بعد يعني يغير رايه بعد. انا هذا وجهه نظري. صح. لا شك انه مو مو ما هي وجهه الكليه، لا شك بدون شك، ولكن الواحد يتكلم من وجهه نظره من خبره هو 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 شافها او شيء هو لمسه على قولتهم من خلال الخبره اللي مارسها. ما ادري اذا في شيء ودك تضيفه دكتور عبد اللطيف في هذا المحور اللي هو ما بعد الحصول على قبول قبل السفر. الى الان انت ما سافرت الى امريكا، هل تعتقد في شيء احنا ما غطيناه ما تكلمنا عنه بهذا الخصوص؟ انا احرص بس على استعداد الطلبه. انا اشوف ان التقديم على وظيفه معيد بعثه مو من نفس الوظائف الثانيه، انا وجهه نظري، لانها تتطلب من الطالب انه يكون مستعد، يكون مجهز نفسه من قبل، دارس جيمات، مراسل جامعات قبل لا حتى يقدم على البعثه. فانا وجهه نظري انزين ان لا تعامل وظيفه معيد بعثه كالوظائف الثانيه، تنطر الاعلان وبعدين عاد تدبر حالك. اتفق 1000% معك، 100% وجهه نظري يعني. لا 100% اتوقع ما في اثنين يختلفون معك فيها. انا اسف. طيب وانا حرص على هالشيء بس، عرفت؟ جميل ممتاز. حصلت الحمد لله قبول من جامعه الكويت ودقوا عليك، والفرحه اكيد على قولتهم ما شالتك من 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 اتصالهم. سافرت او عفوا قبل السفر، هل هناك ترتيبات خاصه لازم تسويها قبل السفر؟ بمعنى فيزا الامور هذه. في عقب ما يوصل خبر القبول كلية الإدارية، راح تباشر التحاقك في جامعة الكويت كمعيد بعثة. تروح حق اعتقد قسم بالخالدية مال البعثات، يعطونك ورقة اللي هي مالت نقر ان الطالب راح يروح مثلا جامعة مثلا بافلو حق دراسة اللي هو اي اللي هو مثل ما تقول فاينانشال سبورت. بعد يعطونك ورقه فاينانشال سبورت اللي تعطيها حق الجامعه نفسها، اللي يقولون اوكي انت خالص ما راح نطلب منك شيء ثاني من ناحيه انه ديبوزيت ما ديبوزيت، عرفت؟ فهذه الاوراق تاخذها من الخالديه بعد ما يتم قبولك، هذا بروسيجر. وبعدين عاد عقبها تروح تباشر امور الفيزا، تقديم على الفيزا F1 فيزا. ساعات تكون J1 بس انا انصح بال F1 لان J1 سبيشال كيس. صح F1 اللي تروح تاخذها مع 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 السفاره، وبروسيجر معين نسيت والله. هو باختصار انت بعد ما تقبل جامعه او الجامعه في امريكا تدز لك القبول، توافق على هذا القبول، يدزوا لك اللي هو الاي 20. الاي 20 فالاي 20 هذه ورقه تروح فيها السفاره نفس ما ذكر دكتور عبد اللطيف، وتمشي باجراءاتك. تالي هم بالسفاره يقولوا لك شنو الابلكيشن اللي تقدمه، واتوقع حتى اونلاين الحين تقدر تسوي. طيب والاي بس اضيف على كلامك، الاي 20 هذا اهم دوكيمنت عندك في امريكا، اهم دوكيمنت يعني اهم شيء. الى انت دخلت لا تضيع. صح. وفي الاي 20 اذا بتطلع من امريكا لازم تاخذ توقيع من الجامعه، ترى على فكره اذا بتطلع من امريكا صالح لمده سنه، فهذا شيء اساسي يعني كله من الانترناشونال ستودنتس سنتر بالجامعه مالتك. بس لا في بروسيجر معين.
ممتاز جميل. بشكل عام، هل تنصح ان الطالب يظل على تواصل مع القسم العلمي حتى لو سافر؟ البعض يقول لك انا اتجنب القسم، ما بيعرفون اخباري ولا بعرف اخبارهم لين ان شاء الله اتخرج وارجع لهم. بالعكس هم راح يعرفون اخبارك لان عندهم يوصلهم الريبورت مالك كامل، عرفت؟ وبعدين لانك انت راح اي كورس تخلصه لازم تدز الترانسكريبت حق المكتب الثقافي، ملحق. ولازم المكتب الثقافي هو يدزه حق القسم، ففي في لجنه متابعه كامله ويدرون انت كم جايب هالماده وكم جايب هالماده وكم جايب يدرون. بس انك انت تتابع، بالعكس انا اشجع هالشيء بالعكس، لان انت بالنهايه تبي تكون جزء من القسم، عرفت؟ تبي صحيح. تكون يعني مثلا يعني تكون على اتصال مع القسم، يسالون عنك، لما ترد في اجازتك تزورهم تسلم عليهم، هذا لا شك. انا ايد هالشيء، ما ادري اذا هو مطلوب ولا لا، بس انا بالنسبه لي ايد، لان انا ايد العلاقه الطيبه بين المبتعثين والقسم. صدقت صدقت 100%، وانا اعتقد اتفق معاك، مع العلم انه هو ما في قانون يجبرك انك انت تظل على تواصل معاهم، ولكن مهم جدا ان هم يحسون حتى ان انت فعلا حاس بهذه المسؤوليه تجاه القسم وانك فعلا جزء منهم. وهذه نقطه بصراحه مهمه جدا دكتور عبد اللطيف، نفس ما انت ذكرت. يطول لي عمرك عمرك. الان احنا قلنا او وقفنا على 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 السفر، سافرنا وبدون شك خلال الفترة هذه في من وجودك في أمريكا واجهتك بعض الأمور، واجهتك قد تكون بعض المشاكل والصعوبات اللي ودنا بصراحة تشاركها معانا، كون أن إحنا يمكن إخوانك المبتعثين حاليا أو اللي مستقبلا حتى يفكر أنه هو أنه يطلع بعثة يتجنبها من الآن أو يحاول يفكر فيها من الآن. أنا ما راح أخلي الموضوع وايد عايم عليك، بذكر نقاط معينة إذا واجهتك مشاكل فيها، وإذا أنت حاب تضيف تالي يعني على قولتهم منك نستفيد دائما. فأول مشكلة قد تواجه الشخص أو المبتعث بعد السفر هي مشاكل في النظام التعليمي، كون أنه يمكن أغلبنا راح يكون خريج جامعة الكويت أو خريج جامعات في الكويت، فهل واجهتك بصراحة مشاكل في المجال في النظام التعليمي، فرق بين النظامين؟ لا بالعكس، انا بالنسبه لي خصوصا ان انا كنت طالب بزنس قبل، ف الترانزيشن حق الام بي اي كان سيمبلس، يعني كان سهل وايد، مثل ما تقول شغلات، يعني خصوصا ان انا مثلا اشتغلت فتره عقب الباشلرز، فكان يعني كان الام بي اي وايد اورينتد، يعني نشتغل مع تيمز وكذي، فكنا مثل ما تقول مهارات اللي كانت مطلوبه بالام بي اي، بس بالام بي اي، مو بي اتش دي، غير مو عالم بي اس دي. ثاني بي اوكي اتش دي. زين، اها الام بي اي كان شغلات وايد، الترانزيشن وايد سهل، كان عباره عن بس ان انا مثل ما تقول شويه حبه اعلى من ناحيه المستوى، بما في ذلك تطبيق الخبره العمليه، وبما فيك بعد انه مثل ما تقول تعامل كل انحاء العالم، يعني اشتغل مع ناس امريكان، طليان، صينيين، هنود، يعني كان انه بس فيها جانب الكلتشرال لازم انت تعاد انت تكون مثل ما تقول فاهم عدل، ممتاز. ما تحاول تفرض الكلتشر مالك عليهم، ولا تتقبل الكلتشر مالهم انه ينفرض عليك، فإن بشكل ممتاز. عام تكون انت مقدر للجانب الثقافي، الفرق بالجانب الثقافي، ممكن شغلات بالنسبه لهم هم يعني تسبب خلاف، بس انت تكلمت بطريقه معينه مثلا اللي احنا متعودين عليها، مثلا الامريكان مثلا عندهم مهم وايد مثلا سالفه الوقت مثلا، زين اذا انت اخرت دقيقه هذا بالنسبه لهم disrespectful، عرفت؟ فحتى الطلبه العاديين، فانه لازم تاخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي هذا من ناحيه هذا هم ينطبق على تعاملك مع الفاكولتي ممبر اللي هو هيئه التدريس اللي موجودين، لازم تكون بروفيشنال، كذلك لازم تكون طريقه كتابتك للايميل، طريقه محادثتك، 100% اخذ موعد، صح. تقديم الهوم ورك، يعني ممكن ان انت تقدم هوم ورك زين بشكل معين، يكون شغلات اللي مطلوبه منك، ولكن مو مسلمه بالطريقه اللي يبونها، يعني فورمات ما فورمات، لازم تمشي على باي ذا بوك، هذا شيء عندهم بالكلتشر مالهم. بس من الناحيه الدراسيه لا، بالعكس احنا بالعلوم الاداريه اغلب تعليمنا كان حتى على وقتي انا كان بالانجليزي، فانا صحيح. بالنسبه لي يعني الشغلات اللي يعني كان بالنسبه لي
الترانزيشن كان سيملس صراحة. البي اتش دي قصة ثانية. قبل لا تنتقل لها، عشان ودي بس ما نغفل عن النقطة هذه، فأنت باعتقادك إن فعلا جامعة الكويت خلال مرحلة البكالوريوس أهلتك علميا على الأقل إلى أنك أنت تستمر في دراستك العليا حتى لو كنت في أي دولة في العالم؟ طبعا هي ASSP بشكل عام هو ديجري بزنس حاله حال الديجري اللي بامريكا، بس انه شنو؟ انه طالب بزنس ما يدش مثلا عميق وايد بالماث المطلوب منه انه يوصل له بالبي اتش دي، فلازم تحط مجهود من عندك، عرفت؟ فوق الباتشلر مالك، بس الباتشلر مالك جامعة الكويت كان يكفي ووفي من ناحية المعلومات، خصوصا إذا كنت متابع updated من ناحية مراجعة ما مراجعة. في ناس مثلا خرجون يقعدون مثلا 5 سنين ما يركز بوظيفته، ما يتابع مثلا تطورات البزنس، ما يتابع مثلا، ما ياخذ مثلا شهادات مهنية، يكونون شوي شوي ينسون يعني حتى لو كان student. بس الفاونديشن مال جامعة بالعكس يأهلك انك انت تصير بالبزنس سكول بامريكا، وبالعكس في ناس يعني اقوى من بعض الجامعات الامريكيه، لان الجامعات الامريكيه مو كلها قويه، في جامعات امريكيه يعني تعيسه جدا 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 يعني، عرفت؟ ممتاز. انت بسعد ذكرت كذي على الطاير فكره المشاكل الثقافيه، انا اتوقع انه هي من الامور اللي فعلا على قولتهم تسبب ارق وتفكير للشخص اللي يبي يبتعث الى دوله اجنبيه، اذا خصوصا اذا كان مو مسافر لها من قبل. انت يا دكتور عبد اللطيف الرشدان، شلون قدرت تواجه هذا الاختلاف الثقافي بينك وبين يعني زملائك اللي من جنسيات ثانيه في امريكا، ومع ادفايزرك الامريكي؟ يمكن اذا عندك جواب لهذا السؤال انا راح اقول لك بعدين شنو اللي خلاني اسال هذا السؤال بصراحه. عندي جواب طبعا، بس من ناحيه الكلتشر يعتمد من شخص لشخص. في ناس مثلا ما يتحملون انهم يكونوا في غربه، عرفت؟ ما يتحمل، لازم ديوانيه مثلا، يعني لازم. انا بالنسبه لي الديوانيه مثلا شيء زين، بس مو شيء اساسي، ما اقدر اعيش بدون، عرفت؟ صح. في ناس مثلا ما مثلا مهم عنده انه هو يطلع وكذي. انا بالنسبه لي لا، انا رايح حق هدف معين، هدف ان انا ادرس، عرفت؟ فانا كانت الدراسه تاخذ مني اغلب وقتي، وخصوصا انا كنت في مناطق اصلا يعني خايسه يعني، عرفت؟ كنت غابه يعني اللي ما يعرف عنها والله حرفيا غابه يعني. والله كنتيكت كانت هاديه شويه اكثر في من ستورز، صح؟ كانت ستورز، اي ستورز كنتيكت، اي فكانت هاديه اكثر من اللزوم. ففي ناس ما يعملون، صح؟ وانا اقول لك لو انا ما كنت ادرس، لو انا كنت مثلا يعني نص وقتي دراسه وكذي، كان طقه كبدي، لان انا بروحي. عرفت؟ فيعني في ناس ما يتحملون، وانا بالنسبه لي من الشغلات اللي ساعدني ان انا صراحه ادرس يعني، عرفت؟ اقعد وقت بالوقت نفضي وقتك بالدراسه، ماكو شيء يعني، عرفت؟ ممتاز. جميل. في شغله اللي انا كنت بصراحه او اللي خلاني اسال هذا السؤال، ما ادري اذا ادفايزر كان يعني من الجنس الاخر او ذكر، يمكن احنا البعض يقول هو مو بيج ديل عند البعض، صحيح 100%، ولكن حق الناس اللي بالنسبه لهم هذا الموضوع بيج ديل. انا كانت ادفايزرتي مثلا انثى، ف انت تدري يمكن عندنا شوي ننحرج من موضوع السلام، او ما عندنا ان احنا نسلم باليد. نفس الشيء اذا كان في مبتعثه وادفايزرها كان ذكر، فشلون انت بصراحه ممكن تتعامل مع هذا الامر؟ هل تتكلم فيه بصراحه من البدايه، ولا تتوقع ان هذا الامر يعتبر يعني تصرف رود اذا انت سويته؟ انا بالنسبه لي الادفايزر مالي ديفيد يعني ميل يعني، يعني بالضبط يعني بالنسبه لي ما واجهت المشكله ان انا اتعامل مع وحده والله دكتوره، عرفت؟ ما اعتقد ان زين يعني الدكتور والدكتوره ممكن كيس باي كيس، ممكن شويه يعني ما يهمه موضوعك بين قوسين، زين؟ وفي دكتوره لا، يهمها موضوعك انك انت تنجح. هو العامل الاساسي
انك انت تكون مع الدكتور اللي يبيك تنجح، يبيك صحيح. تتميز، هذا هو الاساسي سواء ذكر او انثى، ما يفرق صراحه. جميل. في نقطة للأمانة هي وصلتني من الأسئلة، البعض يقول لك إيش رأيك بمقولة أن تتجنب العرب أو الخليجيين إذا رحت تدرس برا، لأنهم راح يضيعون وقتك في أمور ثانية، فهل تعتقد أن فعلا هذه العلاقات الاجتماعية مو ضرورية، أو يعني تأثيرها سلبي نفس ما نقول على الشخص إذا راح درس برا؟ انا ما اعتقد انها سلبيه، بس عموما يعني انا خلال ال6 سنين اللي كنت فيها في بافلو ما تعرفت الا على 2 كويتيين، فالجامعه ما كان فيها كلش خير شر كويتيين، صح، فيعني خصوصا عموما بافلو اتوقع. ما جربت ان انا مثلا، هو اكيد في بالمناطق اليمني، بس امانه يعني انا بس ان انت تدور انك انت تكون تخالط كويتيين او تخالط خليجيين، يعني اذا يعني اذا ما ياثر على دراستك هالشيء ما يضر، يعني عرفت ابدا، بالعكس شيء زين انك انت تكون على اتصال مع ناس يعني ممكن يساعدونك اذا احتجت ولا شيء، بالعكس انا ايد، ولكن ما راح تلاقيهم كل مناطق صراحه، في مناطق ما فيها خير شر، يعني عرفت يعني جميل، مثل ما تقول. ممتاز ممتاز. أنت ذكرت أنك أنت مسافر أو سافرت بروحك، يمكن تجربتك كذكر شوي تختلف عن تجربة الأنثى اللي ممكن الخوف عندها يكون أكبر من الرجل، فهل عندك وجهة نظر فيما يخص الموضوع الخوف، الشعور بالأمن والأمان؟ هل فعلا تعتقد أن أمريكا خطرة لهذا الحد؟ واحنا ندري أمريكا فيها أكثر من 50 ولاية، فمدينة مدينة ومدينة ين بعض يختلفون، إذا مو منطقة ومنطقة، ولكن بشكل عام تصورك يعني عن الأمان في أمريكا، أو مستوى الأمان للطلاب الأجانب. والله انا كانت عندي تجربه ببافلو وفي كونتيكت، هو نقيضين من ناحيه السيفتي. بافلو كانت التوب 10، واحده من التوب 10 بالهايست كرايم ريت بامريكا، صح، عرفت، فخطره جدا كانت، وكان ضروري جدا ان تسكن بعيد عن الداون تاون، يعني ممتاز، اذا خوش انت ملاحظة. ساكن بالداون تاون يعني ممكن مو سالفه ان انت مثلا يعني الجرائم اللي تصير ممكن جرائم مثلا سرقه، مثلا عرفت يدشون شقتك ويقولون الشغلات اللي عندك، وهذا حتى لو يصير. تسكن بأدوار عالية. لا انا كنت ساكن يم الجامعه، يعني في منطقه بالسبر، عرفت، في اسمها امهرست نيويورك، عرفت، هذه هم غير في بافلو، امهرست مو واحد ماساتشوستس. بافلو، لا امهرست نيويورك هي يم اوكي. بافلو، نفس الاسم ماساتشوستس بس يم بافلو، فهذه اوكي. كانت منطقه النورث كامبس اللي هو انا الكامبس اللي داوم فيه، ماكو دقيقه انا بالكامبس، عرفت، ممتاز. فهذه المنطقه كانت امنه، بس مو امان اللي انت بس تبطل الباب تخلي الباب مشرع، بس انت لو ساكن صوب الساوث كامبس عقب الساعه 7 بالليل او 8 بالليل اذا طلعت عادي جدا كرايم، يعني يبقونك، يعني فمهم جدا انك انت موضوع انك انت تبحث على منطقة سكنية مناسبة انك تسكن فيها. للطالبات. انا للطالبات هذا شيء اساسي جدا جدا جدا، عرفت، لان في مناطق خطره، يعني عرفت، 100%. وجزء كبير مثلا يعني من التركيبه الاجتماعيه اللي موجوده بالمدينه، يعني فاما كونكتيكت كان الوضع مختلف، كانت هاديه الى حد كبير كبير، فما كان في يعني كرايم ريت عالي، بالعكس انا يعني بالاثنين انا شفت شغلات حلوه وشفت شغلات سيئه. جميل. والحلو كونتيكت ستورز ان انت ساعتين تقريبا لوسط نيويورك سيتي، او ساعتين لبوسطن، يعني صحيح، يعني الجامعه صايره حلو. على الخط السريع مال من نيويورك سيتي لبوسطن، الخط السريع بوسطن، تخيل تدش يمين على الجامعه. صح. البعض يقول من خلال خبرتك شلون انا اقدر اقيم، كوني ان انا ما سافرت ولا مره امريكا، شلون ممكن اقيم خطوره المنطقه او امانها، يعني بمجرد وجودي مثلا في الكويت؟ انا لما سافرت كنت ما رحت امريكا من قبل، فما كان عندي انطباع. اول شيء تقدر تسويه مثلا انك تسوي ريسيرش من ناحيه الانترنت، كل الشغلات موجوده بالانترنت، يعني هذا اول شيء، بس ثاني شيء
يعني تقدر تروح الاماكن اللي في لها تراك ريكورد، يعني عندك ريفرنس بوينت، مثلا واحد راح لها من قبل، عرفت؟ كلمك عن المنطقه، تكون مثلا يعني مثلا بعض المناطق تكون الناس اللي رايحين لها قبل عندهم تجربه زينه بالمنطقه، فهذه ممكن تكون ريفرنس بوينت ممتاز. ممكن تروح منطقه مثلا فيها كويتيين، بس هذه المنطقه اللي فيها كويتيين ممكن برو اند كون، يعني ممكن الجامعه هي تعبانه مثلا، متجمعين فيها كويتيين مو يعني ما يدرسون، عرفت؟ فعلى حسب انت يعني تسوي، يعني لازم توافق بين الاناليسز مالك، مستوى الجامعه، الانفورميشن اللي عندك على سيفتي، ومثلا الريفرنس بوينت اللي عندك. هذه شغلات هي اللي تحدد يعني هل يعني الجامعه زينه ولا تناسبك ولا مثلا يعني. ممتاز. والمنطقه بشكل عام انا افضل المنطقه اللي ما تكون بمدينه، يعني لان المدينه ممكن تكون، انا بالنسبه لي مدينه مثلا من اروح نيويورك مثلا اقعد فيها 5 ايام يحوشني ستريس يعني فجاه، فانا افضل المناطق هي تكون سبب يعني، عرفت؟ صح. يعني هو بيرسونال بريفرنس يعني، عرفت؟ صحيح 100% اتفق وياك. ما ادري اذا في اي مشاكل او صعوبات اخرى ودك انت تتكلم عنها في هذا المجال قبل لا نفتح المجال حق الاسئله، اذا تسمح. اتوقع وايد ناس عندهم اسئله، فاذا تسمح ان 10 دقائق بس من وقتك زياده يسالون فيها. ايه، فمن ناحيه المشاكل هي اول شيء لازم الواحد يكون اورجنايزد، اوكي؟ لازم يكون يدير البروسيس بشكل صحيح، يعني لازم تعرف شنو اللي لك، شنو اللي عليك من ناحيه التقديم على الجامعه مثلا، هل تشيك مع الجامعه اللي انت مقدم معاها هل عندهم الدوكيمنت الصح ولا الغلط؟ لان انا مثلا تم رفضي من واحده من الجامعات بالبي اتش دي لانه وصلهم البي اتش دي الجيمات مالي القديم. اوكي. فانا يعني اعلى جيمات جبته كان في كان الصيف اللي قبل التقديم، زين؟ فاول ما جبته على طول طرشت حق الجامعات اللي قدمت عليهم. فالبروسيس وانا قاعد اطرش ما ادري شلون واحده من الجامعات، واعتقد بعض الجامعات الثانيه اللي تم رافضي فيها، بس واحده من الجامعات اللي انا كنت حاس انها هي سيف سكول، زين، رفضتني. ولما سالتها بعدين قالوا لي ان الجيمات مالك نازل. فانا قلت لهم هذا مو الجيمات مالي، انا الجيمات مالي جبتها شهر 8، زين؟ كان يقول احنا واصلنا. اسمحوا لك تغير ولا ما اسمع؟ اسمحوا لك تغير ولا ما اسمحوا لك؟ قالوا لك خلاص. انا تابعت معاهم، بس هم يعتمد في ناس يعطونك مجال تروح معاهم، في ناس ما يعطونك مجال. هذول من الناس اللي ما اعطوني مجال. لما رفضوني قلت لهم زين ليش رفضتوني؟ زين، قالوا الجيمات نازل، كم الجيمات اللي عندكم؟ اكس واي ان زي، عرفت؟ غلط، هذا مو سكوري، عرفت؟ اوكي. فهم كان عندهم يعني مس مانجمنت. فانت يعني اذا بتسوي شيء يعني لازم ترتبه، عرفت؟ يعني ميك شور ان انت ان عندهم كل الدوكيومنتس اللي يبونها، ميك شور ان انت ان عندهم الدوكيومنت الصح اذا انت تقدم اكثر من جيمات او اكثر من جي ار اي. هذا ممكن يكون سبب في رفضك او قبولك. جميل، نقطه بصراحه وايد 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 مهمه. بس قبل ما ادري اذا عندك اي مشاكل ثانيه ودك تذكرها، بس قبل لا تقولها، في تحت اخواني علامه استفهام موجوده يم الكومنتس حق اللي عنده اي سؤال حق دكتور عبد اللطيف ما غطاه او سالب ما غطاه، اتوقع ان شاء الله نمون عليه وناخذ 10 دقائق من وقته يجاوب هذه الاسئله كلها. فاسف على المقاطعه، تفضل اذا ما يمر عليك لا عدو ولا ضال دكتور. فهل عندك تعتقد اي مشاكل لابد انهم ينتبهون لها من الحين، ولا تعتقد انك غطيت كل المحور؟ انا اعتقد ان اول شيء لازم يكونون يعني يختارون الادفايزر مالهم بعنايه كبيره صراحه، لان الادفايزر اذا كنت انت توب سكولر نظام يعني جينيوس، اذا الادفايزر مالك مو زين هو راح يطيحك، حتى لو انت يعني هاي كاليبر. انا شفت ناس عندنا بالديبارتمنت وايد هاي كاليبر وما يمكن ما يخلصون الحين، عرفت؟ يطلعون، عرفت؟ ف
انا احرص على موضوع الادفايزر قبل السكول، زين، وعادي جدا انك انت اذا الادفايزر اللي انت قاعد تكلمه ممتاز ميك ات كلير ان انت تبي تشتغل معاه، يعني عرفت. هذا واحد. ثاني، لازم تصير منظم، لازم تصير منظم. شنو الشغلات اللي عليك؟ من لان قاعد تتعامل مع اطراف وايد، قاعد تتعامل مع الجامعه قدم عليها. انا قدمت على 13 جامعه عندي سين اتابع فيه مع الجامعات، وقدمت وش اسمه، وعندي طرف اللي هو الملحق الثقافي، وعندي طرف اللي هو جامعه الكويت. I want to make sure ان كلهم عندهم كل الاوراق، فهذا انا احرص عليه جدا جدا. جميل، دامك تكلمت اخر شيء عن نقطه الادفايزر، في سؤال وصلنا من الاخوان يقول لك متى اختار الادفايزر؟ قبل ما اراس او اثناء القبول لما انا يعني بقدم على الجامعه، ولا بعد القبول بعد ما يقولوا لي انت انقبلت هني ادور على الادفايزر اللي بشتغل وياه؟ So, هو عموما الادفايزر رسميا تختاره عقب في مرحله الديسرتيشن، او انه يكون بينكم غير رسمي ان انت طالب مثلا فلان تمام. وتشتغل معاك. اي اسمعي، اي تفضل. لان الصوره وقفت عندي. ما ادري صوتك واضح. لا الحين مو واضح. انا اسمعك، ما لا مو سامعك، الحين راح الصوت. اعذرني، بس تقدر تطلع وتدخل مرة ثانية؟ انا اسف، اخر مرة اوعدك انها اخر مرة. ما في صوت اتوقع من اللايف، اذا صار كذي ما يروح الصوت منه، ما اسمع صوت الا تطلع وترد تدخل مرة ثانية. بعد اذنك دكتور. وان شاء الله راح تنزل اللقاءات باليوتيوب، لان وايد اسئله قاعد توصلني هل راح تنزل اللقاءات باليوتيوب؟ ان شاء الله، بس ننتهي من السلسله كامله باذن الله، وتنزل تدريجيا اللقاءات في اليوتيوب باذن الله. حياك الله دكتور. الحين تمام. هلا والله، هلا والله. فاي اوفيشال، كنت تقول انه اوفيشالي تختار الادفايزر بعد القبول. اوفيشالي هذا يكون الادفايزر مالك هو هو الكوميتي ممبر الشيرمان، بس انه مثل ما تقول تشتغل معاه ك ار اي اللي هو ريسيرش اسيستنت قبل، يعني يكون تقريبا انفورمالي هو انت طالب ديفيد مثلا، عرفت. انا انصح انك انت ما تغير، لان مهمه جدا انك انت you maintain a consistent relationship، ان علاقتك تكون طيبه مع اللجنه مالتك، علشان لا يعني لا على اساس انه يكونون يعني مقتنعين فيك اكثر. جميل، ممتاز. ايضا في سؤال من الاخوان يقول انت مساعه من خلال سياق كلامك، انا ما ادري اذا انت قلت المعلومه هذه ولا لا، بصراحه ما ركز عليها كثر ما اللي شاف او ركز عليها. يقول البعض ممكن يروح في تخصص ويقرر فجأة أنه ما يبي التخصص هذا أو غير رأيه، فهل في مجال صح. جامعة الكويت تسمح لك أن أنت تغير تخصصك أثناء البعثة؟ لا جميل. أيضا في شخص يسأل يقول إذا أنا أصلا عندي ماجستير في نفس التخصص، لنفترض أنا رايح إدارة وعندي ماجستير في نفس التخصص، إذا جيت بقدم على جامعة الكويت لدرجة الدكتوراه فقط أو الدكتوراه، هل فرصتي بالقبول تزيد ولا ما لها علاقة؟ هو إذا ما تزيد، بس أن قبولهم للماجستير مالك في شروط معينه، يعني لازم يكون اي اس اس بي، زين، اللي هو اعتماد الاكاديمي الامريكي. هذا اذا انت جايبه يعني انت وفيت الشروط. وفوق هذا يعني ما ادري، بس ممكن انه يكون لازم يكون بالاداره اعتقد، زين، او يكون ام بي اي. الام بي اي يعني هو الجوكر يعني بكل التخصصات يعني تقريبا. بس ان يعني اذا عندك مثلا ماستر،
يعني لا توقع ان مثلا بيكون قبول البي اتش دي اسهل من قبول أسهل. الماستر يعني، عرفت؟ أها أوكي تمام جميل. في سؤال بصراحة هو سؤال وايد مهم، اللي الكل مهتم بموضوع اختيار الادفايزر كونك انت كنت وايد حريص عليه. فيقول لك انا الحين الادفايزر هذا ما اعرف عنه غير اللي مكتوب عنه بالانترنت، شلون اعرف مواصفات الادفايزر الجيد اللي ادري انه هو بيخدمني؟ ولا ضربة حظ يا لا نصيحة لا، قبل ما مو ضربة حظ. اول شيء زين، لازم تعرف شو الادفايزر، شنو مجال الابحاث ماله. اذا انت مجالك وايد بعيد عن مجاله، هو ما راح يصير عنده اهتمام معك، عرفت؟ هذا تمام اول شيء، هذا اول شيء زين. ثاني شيء، في تراك ريكورد حق الادفايزر، تشوف من الطلبه اللي عنده قبل، عرفت؟ هل الطلبه اللي عنده قبل مثلا طردوا؟ عرفت؟ هاي بيج ريد فلاج يعني، عرفت؟ في دكاتره مثلا عندهم طلبه كل سنه مثلا ينطرد طالب من طلبته مثلا. في شوف الدراسة مثلا الثانوية. البليسمنت مال الطلبه السابقين مثلا، اذا هو مثلا يعطيهم ريكومنديشن قوي تلاقيهم رايحين جامعات قويه. اذا اصلا هم رايحين جامعات قويه يعني انت عندك نتورك قوي، فهذا واحده من الشغلات. واهم شيء انك انت تقابل الادفايزر، تقيس من ناحيه الحوار بينك وبينه شنو الشغلات اللي يبيها منك. في عندنا مثلا ادفايزر عرض اوفرز بي اتش دي يعني سكولرشيب حق طلبه ثلاث سنوات مختلفه، كلهم رفضوا. عرفت؟ لانه هو لما يقعد معاهم يبين لهم ان انت كطالب بي اتش دي راح تصير مثل ما تقول بين قوسين سكرتير ذكي حقي، عرفت؟ فكذي يعني، عرفت؟ فهو كذي، هو نظامه كذي، وجهه نظر الشخص هذا للطلبه كذي. فانت واختيارك عاد. في ناس يقول لك لا، اذا هو مثلا مكانته العلميه كبيره وايد وايد وايد، لا انا مستعد اسوي شيء عشان مكانته العلميه، أضحي. عرفت؟ ممكن، بس انا الموديل هذا اللي انا شفته ان ناس وايد صراحه يعني، خصوصا بعض بقسم كان عندنا بالبيوكان، خسروا البي اتش دي مالهم يعني، اختاروا مثلا الدكتور لانه هو معروف بالمجال وكذي. كل سنة قاعد ينطردون يعني، واحد اثنين ثلاث، عرفت؟ واحد قاعد 7 سنين يعني، يلا تخرج زين ولا عطوه حتى ريكومنديشن. فانت ما تشوف تجارب الطلبه الثانيه اذا انت مثلا فكرت بهالجامعه، عرفت؟ وطبعا كطالب ماجستير انت مصادرك محدوده انك انت تعرف يعني انا بالنسبه لي انا زرت الجامعه يعني، ما عطاني ديفيد مثلا انترفيو، انا دقيت سياره سلف 6 9 ساعات لكونتيكت، انا بشوف مع انه ما اعطاني انفايت، ما اعطاني انفايت، قال لي مقابله ترى راح تصير ما لها علاقه بالبي اتش دي، بس انا بعرف انت يعني انت شنو وانا شنو، عرفت؟ فقلت له تعال قابل، عطني فرصه يعني، عرفت؟ فرحت قابلته، عطيته امبريشن ممتاز لان كنت مذهب حق المقابله. انا قبل المقابله لازم اكون مرتب اموري يعني، عرفت؟ ما عندي ان هذا اروح الصح مش اخبارك يعني، ما عندي شيء. أكيد. اعتقد ان هذا امبريشن وايد غلط يعني، وممكن يسوون الناس يعني اللي مثلا ما مر بهالتجربه. لازم انك انت يو ميك ذا رايت امبريشن، لان الشخص اللي قدامك بيشوفك انسان عربي زين، بيقول انت ما تعرف باللغه الانجليزيه، شلون بتعامل صح معاك؟ هو هذا بالنسبه لهم هاجس مع الطلبه الانترناشونال، مو بس العربي زين. اللغه، شلون انا بتفاهم مع الطالب هذا؟ شلون انا يعني بعلمه؟ شلون هو بيشتغل معاي؟ لازم لما تقعد معاه وتكلمه بمعرفتك بالمجال، انت قاعد تعطيه امبريشن وايد قوي، وخصوصا لما انت تقرا شنو هو اللي هو مهتم فيه وتصيغ كلامك على الشيء اللي هو يبيه. لان هو الادفايزر مالي كان مثل ما تقول استراتيجي، بس كان حاط ريل بالاستراتيجي وريل بالفاينانس، عرفت؟ وانا كنت طالب فاينانس، فانا لما اقعد معاه اسولف معاه اعطيه مثلا بالشغلات اللي هو كاتب عنها اللي قريبه من الفاينانس وقريبه من الاستراتيجي. فانا حطيت نفسي في بوزيشن ان اصير انا الطالب اللي انت تحتاجه، عرفت؟ مع ان انا ما كنت بالليست اصلا، كنت ويتنج ليست من ويتنج ليست، عرفت؟ اوكي وعقبها وقعد معاي لما تخرجت الحين يعني، يقول لي ترى بالنسبه لي انا الشيء اللي خلاني اختارك هو مقابلتك لي. شفت عرفت؟ شلون؟ اذا فاذا انت مهم جيت الانطباع هذا مهم. لازم، لانه هو ما يعرفك، حط 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 نفسك مكانه. اذا انت جالك طلب التحاق
عرفت؟ ما يعرفك، ما يشوف إلا اسمك، حتى صورتك مو موجودة، عرفت؟ شلون بيقيمك؟ أكيد بيقيمك بشكل غلط، خصوصاً إن أنت أوريدي عندك disadvantage، إن أنت مثلاً مو أمريكي، ما عندك مستوى اللغة مال الأمريكان، مع إن أنا التوفل مالي كان زين، عرفت؟ ف يعني أنت لازم تشتغل على القبول يعني بهالطرق، يعني أنت لازم تبين جديتك للموضوع، مو أنت تنطر بس القبول، لا أنا ما أعتقد إن تنطر القبول، لأن أنا أقول لك يا أخوي ناصر، ترى في ناس يقدمون على البي إتش دي عندهم بي إتش دي، صح عندنا في المانجمنت يقدمون، صح أنا واحدة من الجامعات اللي رفضت منها بس كنت قريب إني أنقبل منها، رفضوني مع أنهم يبون يأخذوني لأنهم بس يبون يأخذون طالب واحد، وكانت اللي مقدمة معاي عندها بي إتش دي بوليتيكال ساينس وأنا عندي إم بي إيه، فأنا كانوا يحاولون يضيفوني معاها يعني، بس هي وايد قوية، هي بي إتش دي إن بوليتيكال ساينس ماخذة ميثودز كاملة قريبة من الاستراتيجي، قريبة جدا، وفوقها وعندنا مثلا في الفاينانس في يوكون واحدة من طلبة البي إتش دي عندها بي إتش دي إن ستاتستكس، بي إتش دي إن ستاتستكس، فشيء ادفانتج قوي قوي يعني لها. فأنت كطالب بي إتش دي كإم بي إي ستودنت لا تصير وايد اوفر كونفيدنت، لان ترى في ناس وايد، انا ساعدت اللجنه اللي عندنا ان اقابل ناس في اللي يقدمون على البي اتش دي، في ناس من الناس اللي قبله واحد عنده بي اتش دي ان اي او سايكولوجي، عرفت؟ اوريدي بي اتش دي يقدم عليك يقول صوت الدكتور مرة ثانية. إيه تفضل. تسمعني؟ إيه تفضل. إيه. فكنت تقول على موضوع إنك كنت تقابل أشخاص عندهم. عموماً عموماً يعني عموماً إن التقديم الـ PhD competitive، ولازم كطالب MBA يعني يحط بباله إن الناس اللي مقدمين معاه يعني ممكن يكون عنده يعني درجة أعلى منه، وممكن إنه يكون عنده أبحاث أصلاً، إنزين أصلاً عنده أبحاث خالص، وممكن إنه يكون عنده ريفرنس لتر قوية جداً. عندنا واحد من الطلبة مثلاً اللي قبله الريفرنس لتر ماله يعني هو اللي جاب له قبول يعني، وإحنا ندري إن الريفرنس لتر، لأن ليش قالوا لنا إن هذا الطالب قبل من الريفرنس لتر، جميل، ندري كلنا طلبة بي إتش دي ندري. خوش نقطة، فهذا يعطي انطباع مرة ثانية أن فعلا الريفرنس لتر مهم أو الريكومنديشن، رسالة التزكية مهمة فعلا، ولازم تعرف الأشخاص اللي يكتبون لك الرسالة وتختارهم على قولتهم بعناية. وهذا السبب أنك أنت تقوي علاقتك خلال مرحلة ال MBA. لما يكتب لك واحد ريكومنديشن لتر واللهجه مالت، ترى اللهجه مالت ريكومنديشن لتر تفرق، في ريكومنديشن لتر على استحياء زين، وفي ريكومنديشن لتر افريج، وفي ريكومنديشن لتر لا لازم تقبل هالطالب كذي يعني، عرفت؟ صحيح بصراحه اتوقع احنا غطينا كذي كل النقاط للامانه، انت وسالم يعني رايتكم بيضة، تكلمتوا عن جميع النقاط بصراحة، أغلب الأسئلة اللي قاعد أشوفها مكررة سواء أنت جاوبت عليها مسبقا يمكن تأخروها في الدخول أو وسالم أيضا جاوبها قبلك، فالله يعطيكم الصحة والعافية، ومبروك يا دكتور عبد اللطيف أوفيشالي، وإن شاء الله نشوفك قريبا في جامعة الكويت، وللأمانة يعني هي رسالة شكر بالنيابة عني وعن جميع أخوانك وخواتك اللي يشوفون اللايف، مشكور على وقتك وعلى قولتهم حرصك على تقديم هذه المعلومات اللي للأمانة أنا كنت أتمنى بيوم من الأيام أن أحد يقول لي إياها قبل لا أسافر، فرايتك بيضة، وما أدري إذا عندك أنت كلمة أخيرة لإخوانك اللي يشوفون اللايف. تحت أمرك أخوي ناصر، مشكورين وما قصرت، وأنا بالنسبة لي أنا أحس أن هذا جزء من المسؤولية الاجتماعية أن أنا أشارك تجربتي على الطلبة المبتعثين، أنا بالنهاية يعني خلال السنوات الأولى مالت الابتعاث حبيت أن أنا مثلا
اتعلم هالامور، وكانت يعني مثل ما تقول الحمد لله يعني في دكتور مشاري ساعدني يعني بشكل اساسي الله يعطيك بالتقديم الصحة. بالبي اتش دي، نصائحه كانت منتورنج يعني ما شاء الله عليه يعني جدا جدا نور لي الطريق، وهم كله يعني هذا كله يعني اجتهاد منا ان احنا نساعد الطلبه ان شاء الله، وان شاء الله انا وسالم ودكتور مشاري ان شاء الله كلنا يعني راح نتابع مع الطلبه المبتعثين عساكم يعني، بخير يا رب. واي سؤال تحت امرك يعني. ما يامر عليك لا عدو ولا ظالم، وان شاء الله الله ينفع فيكم وبعلمكم يا رب، وعسى الله يسهل اجمعين اموركم يا يا رب رب، اجمعين. والله يعطيك الصحة والعافية مرة ثانية. مشكور وما قصرت. الله يعافيك الله يعافيك، مشكور. طول لي عمرك عزيز وغالي، وتصبح على خير ان شاء الله. وانت لا مشكور الله مشكور يحفظك عزيز عزيز وغالي، في امان الله. مشكور.